بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات كلية الطب في كل مكان، أهلا بيكم ومرحبا في محاضرة جديدة من محاضرات الأونلاين كارديو فاسكولار سيستم موديول بتاعتنا، وهخصها المرة دي يا شباب بجزء مهم جدا في السبيشال امبيريولوجي اوف ذا كارديو فاسكولار سيستم، وممكن تكون هي المحاضرة قبل الأخيرة لينا أو في الكارديو فاسكولار سيستم اللي هي الديفلوبمنت اوف فينز. معاكم بالشرح والتوضيح دكتور احمد فريد، مدرس الاناتومي والامبيرولوجي في كليه الطب جامعه عين شمس. وانا عارف ان الديفلوبمنت اوف فينز ممكن تكون صعبه شويه عند ناس كتير، يعني ممكن يكونوا بيذاكروها بطريقه غلط، او ممكن يكونوا مش متخيلين الفينز بتاعتنا اخبارها ايه او الفيسلز بتاعتنا. فانا هحاول اعرضها عليكم بطريقه مبسطه شويه، وهسند على المعلومات اللي انا عرفتها اوريدي من الفينوس درينج بتاع الثوركس والفينوس درينج بتاع الهيدن نيك والفينوس درينج بتاعنا بتاع الابدومين والبلفس، بحيث ان احنا ان شاء الله نعرف ازاي الصوره النهائيه بتاعه الفينز المختلفه بنوصل لها في الصوره بتاعه الادلت بتاعتنا اللي احنا بنشوفها في دراستنا المختلفه. طبعا السلايدز بتاعه المحاضره دي او طريقه العرض بتاعتها هتلاقوها متوفره وموجوده في كتاب اناتومي اند امبيرولوجي اوف ذا كارديوفاسكولار سيستم، وده كتاب شامل للكارديوفاسكولار سيستم من حيث الهارت والميدياستاينم والارتريز والفينز بالامبريولوجي بتاعهم كمان، متواجد في دار الاطباء نشر التوزيع امام مسجد النور في العباسيه وفي كليه الطب جامعه عين شمس. وده يعني معمول بطريقه مبسطه شويه، اتمنى ان هو يكون فعلا بيسهل عليكم المذاكره. طيب اهم حاجه قبل ما اتكلم على الديفلوبمنت اوف فينز، انا محتاج تصفي ذهنك معايا وتفتكر كويس قوي شكل الفينز اللي موجوده في السوبيرو ميدياستاينم وشكل الفينز اللي موجوده انسايد ذا هارت وهي داخله وخارجه من الهارت، وشكل كمان الفينز اللي موجوده في البوستيرو ميدياستاينم اللي هو الازايجس فينس سيستم، والفينز اللي موجوده في الابدومين اللي هي على الناحيه اليمين انفيرو فينا كافا وبيصب فيه من على الجانبين الفينز بتاعه الاورجنز اللي موجوده على جانبي الابدومين. عايزك كمان قبل ما ابدا المحاضره تفتكر معايا البورتال سيركيليشن اللي خدناه في الانترودكشن زمان خالص في التايبس اوف سيركيليشنز. كان في بورتال سيركيليشن بيخش الفينوس درينج بتاع الدايجستيف سيستم، يخش جوه الليفر، يمشي في حاجه اسمها هيباتيك ساينوسويدز، وبعدين يخرج من الهيباتيك فينز ويصب في الانفيرو فينا كافا. يبقى قبل ما تبدا معايا المحاضره ممكن توقف الريكورد دلوقتي وتفتكر مع نفسك الازايجس فينس سيستم، وتفتكر الفينز اللي موجوده في السوبيرور والميدل ميدياستاينم، وتفتكر البورتال سيركوليشن. اتفقنا؟ نبدا بسم الله الرحمن الرحيم في مقدمه لازم تكون عارفها قبل ما تخش تذاكر الديفلوبمنت اوف فينز. لازم تعرف الفينز اللي موجوده في البيبي اصلا هي عباره عن ايه. كلنا فاكرين في محاضره الساينس فينوزز في الديفلوبمنت اوف ذا هارت ان احنا خدنا حاجه اسمها ساينس فينوزز. الساينس فينوزس دي لو تفتكر كان ليها رايت هورن وكان ليها ليفت هورن، صح؟ وكانت بتفتح في الباك اوف ذا هارت بطريقه معينه. خدنا الديفلوبمنت اوف ساينس فينوزس وعرفنا ان في شويه فينز بتختفي وشويه فينز بتتبقى وبيحصل شنت اوف بلاد ومش عارف ايه، بحيث يطلع لي في الاخر الشكل النهائي بتاع الفينز اوف ذا هارت اللي هي الكوروناري ساينس والسوبيرو فينا كافا والأوبليك فين اوف ليفت اتريوم والبوستيرور فين اوف ليفت فنتريكل. فاكرين؟ لازم نفتكر الساينس فينوزز مع بعض. انا دلوقتي بقى بفكرك بقول لك ايه الفينز اللي كانت موجوده في البودي بتاع البيبي الصغير. قال لك عندي 3 بيرز اوف فينز او 3 سيتس اوف فينز. اول سيت اسمه فايتل لاين فينز. هذه الفايتل لاين فينز معناها اورده معويه، معناها veins معوية. عبارة عن ايه الفيتال لاين veins دي؟ قال لك two veins draining the yolk sac of the embryo and the gut tube اللي هي القناة الهضمية البدائية بتاعت البيبي. يبقى انا كان عندي right vital line vein، اهو بص كده على الصورة معايا تحت، right vital line vein و left vital line vein. اتفقنا؟ right vital line vein and left vital line vein. وانا هنا باصص على الصورة من ورا، انا هنا باصص على الصورة من ورا، حيث كانت تفتح الساينس فينوزز في الهارت تيوب. يبقى كان عندي right vital line vein and left vital line vein.
دولت جايبين الدم من الجات تيوب او من القناة الهضمية بتاعت البيبي. قال لك they pass through septum transversum. السبتم ترانسفيرسم دي ان شاء الله هتعرف ان هي المسؤولة عن المنطقة اللي هيتكون فيها الديافرام والليفر. ليه تخترق الفيتلاين فينز السبتم ترانسفيرسم؟ علشان تروح تصب في الساينس فينوزز. اتفقنا؟ حلو. وليه بقولك سي بي فور؟ انك لازم تذاكر الديفلوبمنت اوف ساينس فينوزز وتفتكره تاني معانا النهاردة علشان تفهم الدنيا ماشية ازاي. النوع التاني من الفينز كان اسمه umbilical veins. كان اسمه umbilical veins. الumbilical veins في الامبريو كانت بتشيل oxygenated blood فعلا from the placenta. يبقى كانوا two veins carrying oxygenated blood from the placenta. يبقى عندي right umbilical vein و left umbilical vein. يبقى اللي جوه دول مين؟ ال vitelline veins، جايبين دم من القناة الهضمية بتاعت البيبي ورايحين يصبوا في الساينس فينوزز. ومين دول؟ right umbilical vein و left umbilical vein، جايبين oxygenated blood from the placenta. مضطرين لازم يخترقوا برضو السبتم ترانسفيرسم المسؤولة عن المنطقة اللي هيتكون فيها بعد كده الديافرام والليفر علشان يروحوا برضو يصبوا في الساينس فينوزز. واخيرا يبقى انا كده جبت الدم من الامعاء بتاعت البيبي عن طريق two vital line veins، واحد يمين واحد شمال، وجبت الدم من البلاسينتا علشان ادخل oxygenated blood للبيبي عن طريق umbilical vein يمين وشمال، ولازم اجيب الدم venous drainage من البودي وول اوف ذا بيبي، عشان كده عندي cardinal veins. cardinal veins يعني أوردة مسؤولة عن الدرينج بتاع البودي نفسه، بتاع جدار الجسم نفسه. فلاقي الكاردينال فينز عندي اتنين anterior cardinal veins draining the cephalic part of the embryo. عندي اتنين anterior cardinal veins اهم جايبين الدم من الفرنت of the baby، يعني من الجزء العلوي للبيبي لما يقف على رجله بقى، يعني من الهيدن نيك والأبر limbs. وعندي اتنين posterior cardinal veins بتجيب الدم من الكودال بارت اوف ذا بودي اوف ذا امبريو، اهم اللي على الاطراف خالص دول posterior cardinal veins، واحد يمين واحد شمال، جايبين الدم من مقعدة البيبي ومن اللور limb بتاع البيبي، من مقعدة البيبي ومن اللور limb بتاع البيبي. ثم اتنين common cardinal veins يجتمع الانتيريور cardinal مع البوستيريور كاردينال على الناحية اليمين ويديني رايت كومون كاردينال، يصب في الساينس فينوزز من ناحية اليمين في الرايت هورن، والانتيريور كاردينال مع البوستيريور كاردينال في الناحية الشمال يجتمع ويصب في كومون كاردينال، يروح يصب في الليفت هورن اوف ساينس فينوزز. يبقى لازم تعرف خريطة الفينز اوف ذا امبريو. لازم يجي دم من القناة الهضمية بتاعت الامبريو عن طريق vitelline veins، واحد يمين واحد شمال، يخترق منطقة الديافرام والليفر عشان يصب فوق، ثم يجي لي oxygenated blood عن طريق right umbilical vein و left umbilical vein، يخترق برضو ال septum transversum اللي فيها الليفر والديافرام عشان يروح يصب فوق. ولازم يجي لي دم من البودي او الجدار بتاع الامبريو، من عند الراس والأبر limbs عن طريق anterior cardinal veins، من عند اللور limb ومقعدة البيبي عن طريق posterior cardinal veins اللي هيجتمعوا على الناحية اليمين عشان يدوا right common cardinal، ويجتمعوا على الناحية الشمال عشان يدوا left common cardinal. ده البداية خالص بتاعة الفينز بتاعة أي embryo في الدنيا. أكيد هيطرأ على هذه البداية تغيرات، ولما يطرأ هذه التغيرات هو ده موضوعنا بقى في المحاضرة. تعالوا نناقش كل set of veins من التلاتة sets اللي انت شايفهم دول، ونعرف مصير كل set ايه. اولا مصير الفيتلاين veins. والله يا دكتور انت قلتنا ان الفيتلاين veins دي جايبة الدم من الديجستيف تيوب بتاعت البيبي، يعني عاملة الفينوس درينج بتاع القناة الهضمية بتاع البيبي، يعني ممكن يكون ليها علاقة بالبورتال سيركوليشن اوف ذا بيبي والبورتال سيركوليشن اللي هيتكون فينا بعد كده. صح، برافو عليك يا دكتور. ايوه، بما انها جايبه الدم من الامعاء
يبقى هتبقى هي المسؤولة عن البورتال سيركوليشن. وحضرتك قلت لنا انها جايبة الدم من الامعاء اللي تحت الحجاب الحاجز، وهتضطر تخترق السبتم ترانسفيرسم علشان تخش جوه الكبد وبعدين تخرج من الكبد عشان تصب في القلب. يبقى لازم الفيتلاين فينز تتقسم 3 اجزاء. اول جزء كودال تو سبتم ترانسفيرسم، يعني الجزء اللي تحت اللي قبل الليفر، اللي تحت اللي في البطن اللي قبل الليفر، هيلاقي القناة الهضمية بتتكون، وبالتحديد الديودينم الاثنى عشر. يقوم الفيتلاين فينز يمين وشمال يعملوا ايه؟ الفيتلاين فينز يمين وشمال يعملوا ايه حوالين الديفلوبينج ديودينم؟ يعملوا انستموزز على شكل حرف 8 بالانجلش، يعملوا 8 شيب ده انستموزز. بص كده، من ورا ومن قدام الديودينم، من ورا ومن قدام الديودينم، يعني يعملوا انستموزز عامله زي رقم 8 بالانجلش. وبعدين يعملوا ايه؟ بعدين يدوا البورتال فين شخصيا اللي داخل الكبد وشايل معاه البورتال سيركوليشن مع الاثنين برانشز بتوعه او الاثنين تريبيوتريز اللي بيكونوه، اللي هو السبلينيك فين والسوبيريور ميزنتريك فين. لما تاخده كان نفسي فعلا تاخده الفينز اوف ذا ابدومن والارتريز اوف ذا ابدومن عشان تفهم الفينس درينج اوف ذا ابدومن. فانا عندي دلوقتي الفيتال لاين فينز اللي كانت تحت الليفر، بصوا كده معايا منطقه السبتم ترانسفيرسم بدا يظهر فيها ليفر بادز، بدا الكبد يتكون. انا مليش دعوه بكل ده، انا ليا دعوه دلوقتي بالجزء اللي تحت الكبد اللي انا بشاور عليه ده. ايه الخلاصه يا دكتور؟ الفيتال لاين فينز يمين وشمال اللي تحت الكبد عملوا انستموزز مع بعض، وتم امتصاص بعض الانستموزز، والبقى الشكل النهائي بقى عندي سبلينيك فين وسوبيريور ميزنتريك فين يكونوا مين؟ البورتال فين، علشان الدم اللي جاي من الامعاء يخش في البورتال فين الى الكبد. حلو. طب الجزء الثاني قال لك الجزء من الفيتال لاين فينز الذي يوجد within the septum transversum، يعني في المكان اللي اتخلق فيه خلايا الكبد المختلفة وتكون قدام الكبد زي ما انت شايف. هتعمل ايه؟ قالك هتعمل حاجة اسمها الليفر سينوسويدز، الجيوب الدموية التي تعبر الكبد. الليفر سينوسويدز اللي هي جزء مهم جدا من البورتال سيركوليشن، عشان كده قلت لك لازم تفتكر البورتال سيركوليشن قبل ما تسمع الحته دي. انا كان عندي رايت وليفت فيتال لاين فينز في امان الله، اتخلق وسطيهم خلايا كبديه، ملايين من الخلايا الكبديه عملت انتربشن لهذه الفينز، فقامت عامله جيوب، جيوب من الفينز سميناها هيباتيك ساينوسويدز. يبقى علشان البورتال سيركوليشن يجي من الامعاء يخش عن طريق البورتال فين، اللي يلاقي نفسه اتوصل بالليفر ساينوسويدز، لان هما الاثنين كانوا فيتال لاين فينز، بس البورتال فين كان فيتال لاين فينز قبل ما يدخل الكبد، والساينوسويدز هي عباره عن الفيتال لاين فينز داخل الكبد بعد ما تم الانتربشن بتاعها بالخلايا الكبديه الناميه قدامنا زي ما انت شايف. يبقى بالعقل والمنطق الجزء اللي بعد الكبد اللي فوق الكبد من الفيتال لاين فينز هيكون فين اسمه كومون هيباتيك فين الذي يستقبل الفينس درينج اوف ذا ليفر، يفتح فيه هيباتيك فينز زي ما انت شايف، وبعد كده الكومون هيباتيك فين ده هيعمل جزء من الانفيرير فينا كافا عشان يصب في الرايت اتريوم، وهيكون ده اخر جزء في الانفيرير فينا كافا قبل ما يخش الرايت اتريوم عدل. الله يا دكتور، يعني حضرتك تقصد تقول لنا بمنتهى البساطه ومنتهى الاختصار ان الفيتال لاين فينز دي هي الفينز التي ستكون البورتال سيركوليشن بتاعنا. البورتال سيركوليشن بتاعنا مكون من 3 اجزاء، جزء قبل دخول الكبد وهو البورتال فين بالاثنين تريبيوتريز بتوعه السوبيريور ميزنتريك فين والسبلينيك فين، جايبين الدم من الامعاء يخش عن طريق البورتال فين جوه الكبد. تم تكوين هذا الجزء بالكود البارت اوف ذا فيتال لاين فينز. دخلنا جوه الكبد، مشينا وتفسحنا في الهيباتيك ساينوسويدز عشان الكبد ينقي الدم كويس
ويخزن الطاقة الزايدة عن حاجة الجسم كويس. من الذي كون هذه الهيباتيك ساينوسويدز؟ هو الجزء الأوسط من الفيتال لاين فينز الذي تم اعتراضه وتم خلق الليفر داخله كويس. وفي الآخر يخرج الدم بعد ما تم تنقيته والاستفادة من الطاقة الزائدة فيه إلى الانفيرور فينا كافا عن طريق الهيباتيك فينز عشان يصب في الرايت اتريوم. من يكون الهيباتيك فينز وآخر جزء من الانفيرور فينا كافا؟ البروكسيمال بارت أو الكرانيال بارت of the vital line veins. يبقى إذن وانت بتذاكر هتقول لي vital line veins الفيت بتاعها هو بمنتهى البساطة البورتال سيركوليشن بتاعنا. أعتقد الدنيا سهلة. جاهزين دلوقتي علشان نخش على الأمبليكال فينز؟ قال لك الأمبليكال فينز كان عندي كام أمبليكال فين؟ قال لك والله يا دكتور احنا هنا بصينا على الصورة من قدام، هنا بصينا على الصورة من ايه؟ من قدام. عندي right umbilical vein وعندي left umbilical vein. امال مين اللي في النص دول؟ خلاص يا دكتور ما احنا عرفنا بقى، دول الفيتال لاين فينز اللي عملوا البورتال سيركوليشن. امال مين اللي على دول؟ دولت ال right umbilical vein والليفت umbilical vein. بس انا يا دكتور لما درست الامبيليكال كورد بتاع البيبي الماتيور اللي خلاص هيتولد عرفت ان انا عندي سنجل امبيليكال فين اللي هو الشمال. برافو عليك. يبقى what is the fate of the right umbilical vein؟ It will disappear. الحمد لله هيريحنا. بص على الرسمة الجميلة دي، كان في right umbilical vein رايح يصب في sinus venosus، وكان في left umbilical vein رايح يصب في sinus venosus. الحمد لله ال right umbilical vein اختفى اهو، تمام؟ ال right umbilical vein اختفى زي ما احنا شايفين اهو، ما عادش له وجود. اذن الذي يتبقى هو الليفت امبليكال فين. الليفت امبليكال فين انا قلت لك في الانترودكشن خالص في اول سلايد انه جايب اكسجينيتد بلاد من البلاسينتا ومضطر يخترق السبتم ترانسفيرسوم عشان يروح للقلب ويوصل الاكسجينيتد بلاد لبقيه الجسم. فالليفت امبليكال فين هيبقى له 3 اجزاء، جزء تحت السبتم ترانسفيرسوم، وجزء داخل السبتم ترانسفيرسوم، وجزء كرانيال للسبتم ترانسفيرسوم زي حركة الفيتال لاين فينز بالظبط. قال لك الجزء الكرانيال تو ذا سبتم ترانسفيرسوم سيختفي. الحمد لله. يبقى انا عندي الرايت امبيليكال فين من الاول اختفى كله من اوله لاخره، والجزء العلوي الذي بعد السبتم ترانسفيرسوم من الليفت امبيليكال فين ايضا اختفى. يتبقى لي جزئين من الليفت امبليكال فين، الجزء الذي بداخل السبتم ترانسفيرسوم يعني بداخل الكبد المتكون والذي يتكون، والجزء اللي قبل دخول السبتم ترانسفيرسوم يعني اللي جاي من البلاسنت. تعال نشوف الجزء من الليفت امبليكال فين اللي داخل السبتم ترانسفيرسوم. بص عملي الله، اتوصل بالهيباتيك ساينوسويدز، اتوصل بالهيباتيك ساينوسويدز وعمل وصلة تانية إضافية اسمها داكتس فينوزز. ما الفرق بين هذه الوصلات وهذه الوصلة؟ بص على الرسمة وانت تفهم كل حاجة. قالك الجزء من الليفت أمبليكال فين الذي يمر داخل السبتم ترانسفيرسوم يعني داخل الكبد الذي سيتكون في المستقبل اتوصل بالليفر ساينوسايتس عشان يمشي معاها ويروح يدرين في الهيباتيك فينز عشان يصب في الانفيرور فينا كافا. قال لك وحصل وصله مباشره بين الليفت امبليكال فين والانفيرور فينا كافا او الكومون هيباتيك فين. هذه الوصله مباشره دايركت علشان توصل الدم مباشره وقت الاحتياج من الليفت امبليكال فين الى الكومون هيباتيك فين ومنه الى القلب يعني انفيو فينا كافا وقلب دون المرور في الساينوسويدز، ودي هعرف فايدتها لما اخد الفيتال سيركيليشن. يبقى اذا نقطه مهمه جدا، الدم الاكسجينيتد اللي جاي من البلاسينتا بتاعه المذر وداخل على البيبي بيعدي في كام سكه وهو رايح للقلب؟ بيعدي في سكتين، سكه مباشره عن طريق الدكتس فينوزس دايركت سريعه مباشره، وسكه بيتفسح فيها شويه ويمشي
على مهله مع الهيباتيك ساينوسويدز. يبقى الجزء من الليفت امبيليكال فين اللي فوق السبتم ترانسفيرسم بيختفي، اما الجزء من الليفت امبيليكال فين الذي يمر داخل السبتم ترانسفيرسم بيعمل وصلتين، وصله غير مباشره حيث انه يتصل بالساينوسويدز، ووصله مباشره حيث انه يتصل مباشره بالكومون هيباتيك فين ومنه الى الانفيو فينا كافا ومنه الى القلب. بالعقل بقى، طب الجزء من الليفت امبيليكال فين اللي تحت السبتم ترانسفيرسم لازم يفضل كونكتد بالبلاسينتا، لازم يفضل كونكتد بالبلاسينتا علشان يجيب الاكسجينيتد بلاد ويتوصل بالليفت برانش اوف بورتال فين داخل الكبد علشان يتوصل بعد كده زي ما قلت للساينوسويدز او دايركتلي للكومون هيباتيك فين. الله يا دكتور، ده الامبيليكال فينز طلعت سهله قوي. يعني حضرتك عايز تقول لنا ان الامبيليكال فينز هي المسؤوله عن توصيل الاكسجينيتد بلاد من البلاسينتا للقلب بتاع البيبي ومنه الى بقيه جسم البيبي. كان عندي 2 امبيليكال فينز، انا عارف من زمان ان الرايت هيختفي تماما، ذا رايت سيختفي تماما، يتبقى الليفت. الجزء الفوقاني منه انا مش عايزه، الجزء الفوقاني منه انا مش عايزه، انا محتاج الجزء اللي جاي من البلاسينتا على طول عشان يتوصل بالليفت برانش اوف امبيليكال فين داخل الكبد، اوف بورتال فين سوري داخل الكبد. وعايز الجزء اللي داخل الكبد شخصيا علشان يساعد في التوصيل بتاع الاكسجينيتد بلاد للساينوسويدز ويعمل دكت مباشره توصل الدم وقت الاحتياج مباشره دون المرور في الساينوسويدز للكومون هيباتيك فين ومنه الى القلب. سهله دي. يبقى يا دكتور عايز درتك عايز تقول لنا ان الفايتال لاين فينز كانوا مسؤولين عن البورتال سيركيليشن. نراجعهم تاني بسرعه. رايت وليفت فايتال لاين فينز يعملوا انستموزز اراوند ذا ديودينم الاثنى عشر عشان يعملوا سبلينيك فين وسوبيروميزنتريك فين وبورتال فين. داخل الكبد يحصل لهم انتربشن بخلايا الكبد التي تنمو ويحصل لها ديفلوبمنت في ذلك التوقيت فيعملوا الهيباتيك ساينوسويدز. بعد السبتم ترانسفيرسم يعملوا الكومون هيباتيك فين الذي يكون جزء من الانفيو فينا كافا ويصب في القلب. باختصار this is the portal circulation، ده دور الفيتال لاين فينز. اما الامبيليكال فينز دورهم توصيل الدم من البلاسينتا الى القلب، فالرايت مش محتاجه، الليفت هو اللي هيفضل موجود في الامبيليكال كورد بتاع البيبي يجيب اكسجينيتد بلاد يمشي لحد السبتم ترانسفيرسم. يبقى ده الجزء اللي قبل السبتم ترانسفيرسم من الليفت امبيليكال فين. داخل السبتم ترانسفيرسم يعمل وصلات بالساينوسويدز ويعمل وصله مباشره اسمها داكتس فينوزز تفتح على الكومون هيباتيك فين ومنها على الانفير فينا كافا والقلب. والجزء المتبقي بعد السبتم ترانسفيرسم سيختفي. بص بعينك على المايند ماب دي، صدقني هتلاقي نفسك فاهم كل حاجه من غير ما تقرا الكتابه حتى. يتبقى الجزء الريزل شويه اللي هو الكاردينال فينز. الكاردينال فينز يا شباب هي الفينز المسؤوله عن الدرينج بتاع الهيدند نيك والابر ليمز واللور ليمز والابدومينال بلفس. هي المسؤوله عن الدرينج بتاع الاورجانز والبودي وولز اوف ذا بيبي، يعني بقيه الفينز كلها. يبقى انا قلت الفيتال لاين فينز ده بورتال سيركوليشن، يعني جايب الدم من الامعاء فقط. الامبيليكال فينز ده الاكسجينيتد بلاد اللي رايح يغذي البيبي وجاي من البلاسينتا. اما الكاردينال فينز هي اكتر فينز ملعبكه لان هي بقيه الفينز بتاعه البودي، يعني الدرينج بتاع المسلز والفيسرا بتاعه الهيدند نيك، الدرينج بتاع المسلز والوول والفيسرا بتاعه الثوركس، الدرينج بتاع الابر ليمب، الدرينج بتاع اللور ليمب، الدرينج بتاع الاورجانز اللي موجوده في الابدومن والبلفس، الكليتين، الخصيتين، المبيضين وهكذا. فعشان كده اول ما بتخشوا على الكاردينال فينز دي بيحصل لكم نوع من التوتر والقلق، بس هنحاول نبسطها مع بعض. بص معايا في الصوره دي كده، بفكرك ان دي الساينس فينوزز وانا باصص عليها من ورا، وانا باصص عليها من ورا. بعد ما حصل اختفاء للفينز المختلفة اللي كانت بتصب فيها، فاكرين؟ ورايت هورن مش عارف حصل لها شنط from left to right ومش عارف ايه، فتبقى الكورونري ساينس والأوبليك فين اوف ليفت اتريوم، فاهمين؟ فاكرين دي ولا ناسيان؟ فاكرينها يا دكتور؟ حد يفكرني كان عندي كام كاردينال فينز في البيبي؟
كان عندي 2 anterior cardinal veins جايبين الدم من ال upper part of the body of the baby، وكان عندي 2 posterior cardinal veins جايبين الدم من ال lower part of the baby، وكان عندي common cardinal veins ناتج عن اجتماع ال anterior وال posterior عن ناحية اليمين، و common cardinal vein ناتج عن اتحاد ال anterior وال posterior عن ناحية اليسار. وافتكر الصورة اللي في أول سلايد خالص. يبقى لما اجي اقسم الفيت بتاع الكاردينال فينز اكيد هقسمه anterior cardinal veins, posterior cardinal veins and the common cardinal veins. تعال نبدأ بالساهل، الكومون cardinals شايفهم اللي كانوا ناتجين عن اتحاد الانتيرور والبوستيرور على الناحية اليمين والانتيرور والبوستيرور على الناحية الشمال. قالك الكومون cardinal على الناحية اليمين هيدوا الجزء السفلي من السوبيرو فينا كاف، الحتة دي، وعلى الناحية الشمال هيدوا الأوبليك فين اوف ليفت اتريوم. ولازم اقول لك تاني سي ساينس فينوزس، افتكر الساينس فينوزس حصل فيها ايه لما خدناها في الديفلوبمنت اوف ذا هارت. يبقى اذا الكومون كاردينال اليمين يا دكتور، انا باصص هنا من ورا، ده كان اخر جزء من السوبيرو فينا كافا اللي صب على طول في الرايت اتريوم. الكومون كاردينال الشمال يا دكتور، ده كان الأوبليك فين اوف ليفت اتريوم اللي صب في الليفت سايد of the coronary sinus. واكيد الكورونري sinus دي كانت الليفت هورن rudimentary هورن of sinus venosus. فاكرين؟ فاكرين يا دكتور؟ الله، ده طلعت الدنيا صغيرة والدنيا طلعت متوصلة ببعضها. يبقى خلصنا من الكومون كاردينال، ادينا حتة سوبيرو فينا كافا على اليمين وادينا اوبليك فين اوف ليفت اتريوم على الشمال عشان الام سي كيو. كويس، ايه رأيكم في الانتيرور كاردينال فينز اللي ممثلين في الصورة دي باللون الاسود؟ بص كده معايا، ادي الانتيرور كاردينال وادي البوستيرور كاردينالز وادي الكومون كاردينالز. الانتيرور كاردينال والبوستيرور كاردينال الخيط الاسود الرفيع ده، وادي الكومون كاردينالز. فقمنا قايلين ان الكومون كاردينال اليمين ادت حته من السوبيو فينا كاف. ايه الفرق بين الصوره دي والصوره الثانيه؟ الصوره دي يا شباب انا باصص عليها من ورا، فبقيت بقول ده السوبيرو فينا كافا وده الرايت كومون كاردينال وده الليفت كومون كاردينال، لكن الصورة دي انتيريور فيو، انا باصص من قدام على البيبي ده، فبقى ده الانتيريور كاردينال على الناحية اليمين وده البوستيريور كاردينال على الناحية اليمين وده الكومون كاردينال على الناحية اليمين اللي ادى حتة من السوبيرو فينا كافا، وده الانتيريور كاردينال على الناحية الشمال، والمتنقط الاسود اللي بيضيع ده هو البوستيريور كاردينال على الناحيه الشمال، وده الكومون كاردينال على الناحيه الشمال اللي ادى اوبليك فين اوف ليفت اتريوم وراح فتح في الكوروناري ساينس. جميل جدا. طيب ايه رايك بقى في الانتيرور كاردينالز اللي هو ده وده اللي بالاسود، الانتيرور يمين والانتيرور الشمال؟ قال لك بيتخلق بينهم كرينيال انستموزز، كرينيال انستموزز، وهذه الانستموزز كانت اوبليك، اوبليك مخليه الدايركشن اوف بلاد فروم ليفت تو رايت، ليفت تو رايت، ليفت تو رايت. افتكر الكلمه دي. يبقى الانتيرو كاردينال فينز اللي هم جايبين الدم من الهيد اند نيك والابر ليمبس بتاع البيبي حصل بينهم كرينيال انستموزز اوبليك جايبه الدم فروم ليفت تو رايت. بالعقل بقى، يبقى الرايت anterior cardinal هيعمل ايه؟ هيعمل الانترنال جاجولار فين على الناحيه اليمين وهيعمل جزء من الرايت بريكيوسيفاليك وهيعمل جزء من الرايت سوبيرو فينا كاف، صح؟ مش هو ده اللي انا خدته في السوبيرو ميدياستاينم، ان الانترنال جاجولار بيلتقي مع السبكليفيان عشان يدي رايت بريكيوسيفاليك، والرايت بريكيوسيفاليك يتحد مع الليفت بريكيوسيفاليك عشان يدي سوبيرو فينا كافا. اه يا دكتور، يبقى الانتيرور كاردينال على الناحيه اليمين ادى ايه؟ ادى جزء من السوبيرو فينا كافا، وادى الرايت بريكيوسيفاليك، وادى الانترنال جاجولار فين اللي على الناحيه اليمين. الا امال الليفت انتيرور كاردينال هيدي ايه؟ هيدي الليفت انترنال جاجولار، هيدي الليفت انترنال جاجولار مع حته من السوبيرور انتركوستال فين. طب بالعقل الانستموزز هتبقى مين؟ الله عليكم، هيبقى الأوبليك فين اللي راح يتحد مع الرايت بريكيوسيفاليك عشان يدي سوبيرو فينا كافا، هيبقى مين؟ الليفت بريكيوسيفاليك فين. جميلة جدا، هايلة. عرفت ليه في الأول قلت لك ذاكر السوبيرو ميدياستاينم؟ عشان تبقى عارف ان في
internal jugular مع subclavian عملوا left brachiocephalic, internal jugular مع subclavian عملوا right brachiocephalic. left brachiocephalic كان طويل وأوبليك تحت مع right brachiocephalic عشان يدي سوبيرو فينا كاف. يبقى إذن الانتيرور كاردينال اللي جايب الدم من الهيدند نيك في البيبي على الناحية اليمين هيعمل الانترنال جاجولر والرايت بريكيوسيفاليك وجزء من السوبيرو فينا كافا, وبقية السوبيرو فينا كافا يبقى بالرايت كومون كاردينال اللي أنا لسه قايله. على الناحية الشمال الانتيرور كاردينال هيعمل الانترنال جاجولر وحتة من السوبيرو انتركوستال فين. الكرينيال أناستموزز بينهم هتعمل الليفت بريكيوسيفاليك والباقي سيختفي. بقيه الانتيرور كاردينال على الناحيه الشمال لازم يختفي, اتفقنا؟ عشان ما يبقاش عندي دبل سوبيرو فينا كاف. شايفين النقط دي؟ الله يا دكتور ده بقت سهله قوي. انا لو عارف السوبيرور ميدياستاينم كويس الفينز اللي فيه هعرف اقول الانتيرور كاردينال عملوا ايه, بس مع شرط ان اقول ان في كرينيال انستموزز اتعملت فروم رايت تو ليفت والكرينيال انستموزز دي اوبليك بالمنظر ده. يا سلام, اخيرا وصلنا للبوستيريور كاردينال فينز. وعشان خاطري البوستيريور كاردينال فينز سهلها على نفسك, انا ما درستش الفينز بتاعت الابدومن والبلفس, فانا كدكتور احمد فريد ما اقدرش احاسبك ابدا على التفاصيل بتاعت البوستيريور كاردينال فينز. وبما انك لسه ما انتش عارف هو فين الرينال فين والشمال اطول ولا اليمين اطول وفين الجونادال فينز وفين الكلام ده, لكن احاسبك على الازايجاس فينس سيستم. طب ايه اللي حصل في البوستيريو كاردينال فينز؟ كلنا نبص على الصوره وافكرك ان ده البوستيريو كاردينال فينز. شايفهم اللي باللون الاسود؟ البوستيريو كاردينال فينز اللي باللون الاسود زي ما انت شايف. البوستيريو كاردينال فينز اللي باللون الاسود قال لك هيحصل لهم كونكشن بحاجه اسمها ايلياك انستموزز. بما ان الانتيرور كاردينال فينز اتعمل بينهم كرينيال انستموزز وظبطت لي الحته بتاعه الفينز اوف سوبيرو ميدياستاينم, فقال لك البوستيريو كاردينال فينز برضه هيتعمل بينهم ايلياك انستموزز وهيختفوا. ايه ده؟ يعني هيحصل بينهم ايلياك انستموزز وبعدين يختفوا ويحل محلهم تو سيتس اوف فينز, حاجه اسمها سوبرا كاردينال فينز اللي مصممه هنا بالصوره باللون الذهبي ده, وحاجه اسمها سب كاردينال فينز اللي باللون اللبني. رايت اند ليفت سوبرا كاردينال فينز, رايت اند ليفت سب كاردينال فينز. طب ايه يا دكتور الريمننس اللي هتتبقى في البوستيريور كاردينالز دول؟ قالك هيتبقى الرايت كومون ايلياك والليفت كومون ايلياك. وبما ان الليفت كومون ايلياك هيبقى اطول من الرايت عشان الانفيرو فينا كاف هيبقى موجود على الناحيه اليمين, فالايلياك انستموزز هتشارك في تكوين الليفت كومون ايلياك. يبقى بمنتهى البساطه من غير ما تعقد نفسك تقول لي يا دكتور البوستيريور كاردينال فينز هيختفوا من الجزء ده كله ما عدا تحت خالص. طب لما يختفوا هيتم تعويضهم بسوبرا كاردينال فينز علشان الازايجس فينس سيستم وسب كاردينال فينز عشان الفينز بتاعت الابدومن اند بلفس. وما يتبقى من البوستيريور كاردينال فينز يا دوبك هيعمل لي الرايت كومن ايلياك والليفت كومن ايلياك. وتبص على الرسمه تلاقيني معلم لك بالاحمر على الحته دي علشان ما تتوهش مني. يبقى نراجع تاني مع بعض. الكومن كاردينالز عملوا لي الأوبليك فين وحتة من السوبيرو فينا كافا. الأنتيرور كاردينالز دول اللي كانوا جايبين دم من الهيدند نيك بتاع البيبي عملوا بينهم كرينيال أنستموزز وعملوا لي الفينز أوف سوبيرو ميدياستاين. البوستيرور كاردينال الحمد لله اختفوا, بس مش الحمد لله قوي, والحمد لله على الحلو وعلى الوحش. دول اختفوا وتلاقي اللي بدلهم سب كاردينال فينز يمين وشمال وسوبرا كاردينال فينز يمين وشمال, وما تبقى منهم هم الكومون إلياك فينز اللي جايبين الدم من اللور ليمبس. ماشي يا شباب؟ هايل. يبقى اذا لازم اقول لك ايه اللي هيحصل للسوبرا كاردينال فينز وايه اللي هيحصل للسب كاردينال فينز. باختصار ذا سوبرا كاردينال فينز هتعمل انستموزز بينهم وبين بعض علشان يعملوا لي الازايجس فينس سيستم.
يعملوا على الناحية اليمين الازايجس فين وعلى الناحية الشمال الهيمي ازايجس فين، والكونكشن اللي بينهم يبقى هو الكونكشن اللي هيبقى عند الليفل بتاع تي 8 فيرتبرا اللي يوصل الهيمي ازايجس فين بالازايجس فين. يبقى على الناحية اليمين هيعملوا الازايجس فين وعلى الناحية الشمال هيعملوا الهيمي ازايجس فين، والانستموزز اللي نشأ بينهم هيبقى الكونكشن اللي بين الازايجس والهيمي ازايجس. وبما ان الازايجس فين كان بياخد اوريجين من الباك اوف انفيرور فينا كافا، فاذا الكودال بارت بتاع الرايت سوبرا كاردينال فين هيعمل جزء من الانفيرور فينا كافا، اما الكودال بارت بتاع الليفت سوبرا كاردينال فين هيختفي عشان ما يبقاش عندي دبل انفيرور فينا كافا. يبقى بمنتهى البساطه سوبرا كاردينال فينز وانت بتذاكر ايكوالز ازايجس فينس سيستم، على الناحيه اليمين هتدي الازايجس ومن تحت حته من الانفيرو فينا كافا على اساس ان الازايجس بياخد اوريجين من الانفيرو فينا كافا، على الناحيه الشمال هتعمل الهيمي ازايجس الكونكشن اللي نشا بينهم هيوصل الهيمي ازايجس بالازايجس، اما الناحيه الشمال من تحت هتختفي عشان ما يبقاش عندي دبل انفيرو فينا كافا. امال ايه حكايه السب كاردينال اللي باللون الازرق؟ والله اكيد السب كاردينال دول هيحصل برضو بينهم انستموزز وهيكونوا لي الرينال فينز والجونادال فينز، يعني الفينز اللي هجيب فينس درينج من الكليتين والفينز اللي هجيب فينس درينج من التستس الخصيتين او الاوفرز المبيضين. يبقى السب كاردينال هيعملوا الجونادال والسوبرا رينال فينز على الناحيتين، والرايت سب كاردينال هيشارك في تكوين الانفيرو فينا كافا لازم، والانستموزز اللي بينهم هيعمل جزء من الليفت رينال فين. كويس حلو. الانستموزز بقى اللي بين السوبرا كاردينال والسب كاردينال هتعمل لي جزء من الاثنين رينال فينز على الناحيتين، اوكي، وهتعمل جزء من الانفيرو فينا كافا على الرايت سايد. جميل جدا. يبقى اذا انا عندي البوستيرور كاردينال اختفوا، يا دوبك ادوني الكومن ايلياكس، السوبرا كاردينال عملوا لي الازايجس فينس سيستم، السب كاردينال عملوا لي الجونادل وعملوا لي السوبرا رينال عشان الغدتين الفور كلويتين، حصل بين السب كاردينال والسب كاردينال كونكشن عمل جزء من الليفت رينال فين، لازم يحصل كونكشن بين السب كاردينال والسوبرا كاردينال عشان الدم كله يبقى مقفول، فقال لك الجزء ده هيعمل بقيه الليفت رينال فين على الناحيتين وعلى الناحيه اليمين يعمل جزء من الانفيرو فينا كافا. اتفقنا؟ يبقى اذا الانفيريور فينا كافا مكون من ايه؟ اخر سيجمنت فوق خالص اللي هي بعد الكومن هيباتيك فين، يعني مكون من جزء من الفيتلاين فينز ومكون من جزء من الرايت سوبرا كاردينال فينز الحته اللي تحت بعد الازايجس، ومكون من الرايت سب كاردينال فين، ومكون من الانستموزز اللي بين السب كاردينال والسوبرا كاردينال. صح؟ جميل جدا. يبقى الانفيرو فينا كافا مكون من تحت لفوق من السب كاردينال فين على الرايت سايد، من الانستموزز اللي بين السب كاردينال والسوبرا كاردينال فين على الرايت سايد، من السوبرا كاردينال فين على الرايت سايد، من الفيتلاين فين بعد ما تتوصل بالكومن هيباتيك فين برضو على الرايت سايد. These are sources of development of inferior vena cava. يبقى الصورة دي هلخص لك بيها دلوقتي الكاردينال فينز تاني للمرة الأخيرة. الانتيريور كاردينال فينز يا دكتور دي كانت الفينز of superior mediastinum، عمل cranial connection بينهم، فبقى right cardinal vein جايب internal jugular و right brachiocephalic وحتة من superior vena cava. الليفت انتيريور كاردينال كان الليفت انترنال جاجولار مع سوبيريور انتركوستال فين، الكرينيال انستموزز اللي بينهم كانت الليفت بريكيوسيفاليك. طب الكومون كاردينالز على الناحيه اليمين عملوا اخر جزء من السوبيريو فينا كافا اللي صب في الرايت اتريوم، على الناحيه الشمال عملوا اوبليك فين اوف ليفت اتريوم اللي راح فتح في الكوروناري ساينس. البوستيريور كاردينال فينز هيختفوا على الناحيتين ويتبقى منهم الكومون إلياك فينز، يتم استبدالهم بسوبرا كاردينال فينز تعمل الأزايجس وحتة من الإنفيرو فينا كافا على اليمين، وتعمل الهيمي أزايجس والوصلة اللي بين الهيمي أزايجس والأزايجس من على الناحية الشمال.
ويتبقى بعد كده كمان يتم الاستبدال بالسب كاردينال فينز اللي تعمل جونادال وسوبرارينال فينز، يحصل بينهم انستموزس، تعمل جزء من الليفت رينال فين عشان الليفت رينال فين اطول من الرايت رينال فين، ويعملوا كمان جزء من الانفيرو فينا كافا، ويعملوا وصله بينهم وبين السوبرا كاردينال عشان يبقى الانفيرو فينا كافا مكتمل. اتفقنا يا شباب؟ جميل جدا. خدوا الامور ببساطه وما تصعبوهاش على نفسكم. يهمني قوي في الديفلوبمنت اوف ذا فينز على الليفل بتاع المحاضرات اللي انتوا خدتوها في الفيسلز، الامبيليكال فينز مهمه جدا علشان الفيتال سيركوليشن، اعرف ازاي ان الرايت اختفى والليفت عمل ايه ودخل جوه الكبد، عمل دايركت شنت وعمل اندايركت مع الساينوسويدز. لازم الفيتال لاين فينز افهمها كويس عشان البورتال سيركوليشن، وعشان افهم ازاي البورتال فين توصل بالامبيليكال فين عشان الفيتال سيركوليشن. اما بالنسبه للكاردينال فينز، وجهه نظري ان الكومون كاردينال مهمين عشان دول جزء من الساينس فينوزز، الانتيرور كاردينال مهمين عشان دي الفينز اوف سوبيو ميدياستاينم، البوستيرور كاردينال حاول تعرفها كده بالشبه لحد ما تدرس الفيسلز اوف ذا ابدومين اند بلفس. تعالوا كده مع بعض نتكلم على الانوماليز بمنتهى البساطه، اي انوماليز ممكن تحصل، ولكن هنركز على السوبيرو فينا كافا والانفيرو فينا كافا. الصوره دي انا باصص على القلب من ورا، الصوره الاولانيه السوبيرو فينا كافا جاي من على الناحيه الشمال وراح يصب في الرايت اتريوم، عشان كده ده بسميه ليفت سوبيرو فينا كافا، اكيد بسبب ان الشنط اتعكست. انا كنت بقول لك اعمل فروم رايت تو ليفت شنط، يعني صب من الرايت بريكيوسيفاليك، قصدي فروم ليفت تو رايت، يعني صب من الليفت بريكيوسيفاليك للرايت بريكيوسيفاليك عشان يبقى رايت سوبيرو فينا كافا. اللي حصل هنا العكس بقى، فيه وانا باصص من ورا شنط جايبه من الرايت بريكيوسيفاليك للليفت بريكيوسيفاليك، فبقى السوبيرو فينا كافا على الناحيه الشمال. This is reversal of the normal. لو ما فيش مشكله في الاكسجينيتد والدي اكسجينيتد بلاد ما فيهاش مشكله، ما تعملش قلق للبيبي عادي. اما المشكله في الدبل سوبيرو فينا كافا، ما حصلش اصلا كرينيال انستموز، فبقى الرايت سايد اوف هيد اند نيك دريند باي رايت سوبيرو فينا كافا والليفت سايد اوف هيد اند نيك دريند باي ليفت سوبيرو فينا كافا. يبقى لو ما حصلش كرينيال انستموزز هيحصل دبل سوبيرو فينا كافا. طب لو حصل كرينيال انستموزز بس بالعكس، بدل ليفت تو رايت بقت رايت تو ليفت، هيحصل ليفت سوبيرو فينا كافا. سو سيمبل، مفيش ابسط من كده. بالنسبه للانفيرو فينا كافا، ايه اللي يحصل لو الليفت سوبرا كاردينال اللي هيدي يا دوبك هيمي ازايجس ما اختفاش وما حصلش إيلياك أنستموزز بين الاثنين ساب كاردينالز؟ قال لك هيحصل دبل انفيرو فينا كافا. يبقى انا قلت الطبيعي ان السوبرا كاردينال يعملوا ازايجس وهيمي ازايجس، والوصله اللي بينهم يبقى فيه هيمي ازايجس مع الازايجس، والجزء التحتاني من الرايت سوبرا كاردينال يتوصل بالانفيرو فينا كافا، لكن الجزء التحتاني من الليفت سوبرا كاردينال المفروض انه كان يختفي. طب تخيل معايا انه ما اختفاش وما حصلش إيلياك أنستموزز تخلي الدم يروح على الرايت سايد، يبقى النتيجه يحصل دبل انفيرو فينا كافا، دبل انفيرو فينا كافا. طب افرض بقى دي الصوره اللي فيها دبل انفيرو فينا كافا، لم يختفي الجزء التحتاني من السوبرا كاردينال الشمال، فبقى عندي دبل انفيرو فينا كافا. طب افرض بقى ما حصلش انستموزز بين السب كاردينال والكومن هيباتيك فينز، يعني كل الانفيرو فينا كافا الاجزاء بتاعته ما حصلش كونكشن بينها وبين اخر حته اللي هي الكومون هيباتيك فين اللي بتدي اخر حته من الانفيرو فينا كافا. قال لك للاسف هيبقى كل الدم متوصل مع الازايجس، يعني كل الفينوس درينج هيبقى عن طريق الازايجس اللي راح يصب في السوبيرو فينا كافا، ساعتها هيبقى فيه ابسنت انفيرو فينا كافا. يبقى افتكر معايا، الانفيرو فينا كافا عشان يبقى هيلثي وصحيح لازم يبقى على الناحيه اليمين فقط، بسبب ان الناحية الشمال أجزاء من الساب كاردينال والسوبرا كاردينال اختفت، بلس إن الإنفيرو فينا كافا مكون من الساب كاردينال والكونكشن اللي بين الساب كاردينال والسوبرا كاردينال اليمين وجزء من السوبرا كاردينال اليمين والكونكشن اللي بين السوبرا كاردينال كمان مع الكومون هيباتيك، كويس؟ عشان أفتح في الهارت بعد كده. لو حصل إن الأجزاء اللي على الشمال لم تختفي يحصل لي دبل إنفيرو فينا كافا، حصل ان ما حصلش كونكشنز كويس ما يجيش اصلا انفيرو فينا كافا ويبقى الكونكشن دايركت
على الأزايجس زي ما انت شايف. اوكي، والى هنا نصل لنهاية الديفلوبمنت اوف فينز. هيبقى فاضل منكم بس تقرأوا الفينز اللي جاية من الابر لمب، اكيد هتخش وتكمل مع الساب كليفيان وتتقابل مع الانتيرور كاردينال اللي عمل الانترنال جاجولار عشان يدوا الرايت بريكوسيفاليك بعد كده. بالنسبة للور لمب الفينز هتخش عن طريق الاكسترنال ايلياك، تتقابل مع الانترنال ايلياك، تصب في الكومن ايلياك فينز اللي هو كان الجزء المتبقي من البوستيرور كاردينال فينز، ويقوم متوصل بالساب كاردينال والسوبرا كاردينالز عشان يتخلق الانفيو فينا كافا والدنيا تمشي. يعني ملخص سريع جدا، قبل ما تذاكر الديفلوبمنت اوف فينز لازم تبقى في دماغك خريطه الفينز بتاعه السوبيرو ميدياستاينم، لازم تقرا البورتال سيركيليشن من كتاب الانترودكشن، لازم يبقى في دماغك ان انا عندي فايتال لاين، ولازم تذاكر الساينس فينوزس كمان من الديفلوبمنت اوف ذا هارت، ولازم تبقى عارف ان انا عندي فايتال لاين فينز جايبه الدم من الامعاء هتبقى مسؤوله عن البورتال سيركيليشن، عندي امبيليكال فينز جايبه الدم من البلاسينتا هتبقى مسؤوله عن توصيل الاكسجينيتد بلاد الى القلب بعد اختراق الكبد، وهيبقى عندي كاردينال فينز مسؤوله عن جدران والفيسرا بتاعه الجسم من فوق ومن تحت، انتيرو كاردينال فينز جايبه من الهيد اند نيك، بوستيرو كارديال فينز جايبه من مقعده البيبي ومن اللور ليمز، والكومون كاردينالز اللي بيصبوا في القلب علشان يدوني سوبيرو فينا كافا على الناحيه اليمين واوبليك فينو فليفت اتريا على الناحيه الشمال مع الكوروناري ساينس. في نهايه المحاضره اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم، واتمنى ان فعلا الديفلوبمنت اوف فينز يبقى سهل عليكم بعد المحاضره دي. كان معاكم دكتور احمد فريد مدرس الاناتومي امبيرولوجي في كليه الطب جامعه عين شمس. الكتاب بتاع اناتومي اند امبيرولوجي اوف ذا كارديوفاسكولار سيستم في نفس السلايدز دي بنفس الطريقه دي بنفس المايند مابس دي علشان يخليك ما تقراش كتب كتير ولا تقرا صفحات كتير، اهم حاجه ان احنا نركز على البوينتس مين جاب ايه وبالمنطق ومش بالحفظ. اترككم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء في محاضرات قادمه، والسلام عليكم.